ابتدي منين يا نوح؟ قولي لي ابتدي منين؟ تطلعي في نص الليل وتقفلي الموبايل وتاخدي معاكي حرامي عشان يفتح لك باب الشقه، وبعد كل ده تقولي لي انك بتدوري على دليل؟ انت اتجننتي خلاص؟ ممكن ارد بس هو فاهم. انا ما خلصتش كلامي يا نهى عشان تردي. انت من ساعه ما مسكت القضيه دي وانا ساكت ومستحمل ومعدي كلام فاضي كتير لكن بمزاجي، انما مره تطلعي لي في نص الليل ومره تاخدي معاكي حرامي عشان يفتح لك باب الشقه ومره مش عارف ايه، يبقى ده اسمه تهريج يا نهى. معلش يا خالد، انا بعمل كده عشان شغلي، عشان القضيه. والله تتحرق القضيه على شغلك كله كله. من النهارده الدنيا تمشي زي ما انا اقول، تروحي مكتبك في ميعادك وترجعي من المكتب على البيت على طول، مش تقعدي لي طول الليل والنهار قدام الورق بتاعك. وعلى فكره دي مش اول مره يا نوح، انت في كل قضيه بتعملي كده، كل قضيه. وانا خلصت خلصت، انا ما بقتش استحمل يا نوها خالص. حاضر يا خالد حاضر، اللي انت عايزه انا هعمله، بس ارجوك اسمعني، انا في واحد بريء هيتعدم لو انا ما ساعدتوش. اللي انا بعمله ان انا كنت بجيب مذكرات دينا فهيم، اللي في ايدي دي المذكرات اللي هتثبت براءته. ما يفرقش معايا، ما يهمنيش، تكسبي القضيه تخسريها مش مهم، المهم ان الكلام اللي حصل النهارده ما يتكررش يا نوح. كلامي واضح؟ كلامي واضح؟